15 واحد. في الثلاثين من الجاري ظهر محمد الأسدي على الفضائية السورية، وفي 31 نزلت أشبال الأسدي إلى شوارع صيدا تحتج على الظهور. أنا محمد وليد الأسدي، أمي اسمها سناء، من لبنان، أنا فلسطيني مع لجوء لبناني، ساكن بصيدا، خلقت بصيدا، ساكن بصيدا، وبشتغل الخضرة مع بيي. ما اعترف به محمد أو ما أملي عليه لم يقتنع من شاهده على الأراضي الصيدوية، لا شكلا باعتباره لم يكن ملتحيا يوما ولا مضمونا، إذ إنه لا ترابط في المعلومات ولا صدقية فيها، بحسب عائلة الأسدي التي كانت أول المحتجين على هذا الظهور الملتبس لابنها. الأسدي كان قد غادر صيدا في 15 من حزيران عام 2012 قاصدا ألمانيا عن طريق سوريا تركيا، بعدما أقدم قبل هذا التاريخ بوقت قصير على طعن صديق له بسكين. والمفارقة أن هذا الصديق هو محمد اسكندراني، أحد الذين قال الأسدي في اعترافه إنهم دربوه وآخرين على مساندة الثوار في سوريا. مين كان يدربكم؟ 3 أشخاص، وسام اسكندراني ومحمد اسكندراني وأحمد أبو سلطاني، وكان في زلمة يقف عن بعيد يتفرج علينا، سألنا عنه قالوا لنا أنه هذا أبو عمر اسمه محمد، ما عرفنا شو كنيته. ما جاء في الاعتراف أيضا أن مهمات الأسدي كانت تتوزع ما بين صيدا وطرابلس، وكانت الاجتماعات تعقد مع الأسير في جامع بلال بن رباح الذي أمن له ولمجموعته مبلغا قدره 3000 دولار شهريا. البليغ في الكلام والخطيب الأسدي الذي لم يقع في فخ اللغة حين حكى في الشريط المصور التبس عليه الأمر، فصار سعد أخا بهية. خصصونا راتب شهري 3000 دولار، حطونا هن بالبنك الإسلامي إذا بحال لما نطلع على سوريا ونجاهد ونموت في سبيل الله أقربائنا أهلينا يستفيدوا منهم ياخدون. كان في سعد الحريري سيدي طيار المستقبل، كانوا تابعين له، هو مثلا لحدا يعلق بشيء مع الدولة مع شيء، انه كان هو يخلصهم، كان هو يعمل وسايط. بصيدا كان في اخته بهية الحريري. الاحتجاج الذي نتج عنه قطع طريق رياض الصلح الرئيسة في محلة البوابة الفوقى بالعوائق ومستوعبات النفايات دقائق قليلة رافقه توجه إلى منزل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد من أجل إطلاعه على الأمر، وهو ما تربطه به صلة دم عقائدية باعتبار خال الأسدي أحد قياديي التنظيم الشعبي الناصري، والتمني عليه إجراء الاتصالات بالقيادة السورية من أجل الإفراج عن الشاب الأسدي. ونفت العائلة صحة ما أدلى الأسدي به على الفضائية السورية مطالبة بالإفراج الفوري عنه، وأكدت أن ابنها لم يكن ذا ذقن كما ظهر على التلفزيون السوري، وهو ما يؤكد أنه كان معتقلا منذ دخوله الأراضي السورية.